يعني انا وياك تحت الهواء سمر كنا عم ننكش هيك بهدول الشغلات الحلوه والهدايا. هلا قرب عيد الحب يلي حتى الاهالي بيعبروا لاولادهم فيه عن محبتهم، وايضا الاطفال بنشوفهم حاملين ورود عيد المحبه اكيد. فاليوم فقرتنا رح تكون مع افكار جديده وتصاميم من وحي هيدي المناسبات وحلول بديله بظل غلاء الاسعار مع مصممه الاعمال اليدويه مريم كربوج. رح نقول لك صباح الخير مريم، وكيفك اليوم؟ بونجور كون، صباح النور. يسعد صباحك مريم، واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه بكل مناسبه دائما بصير عندك افكار جديده. هلا نحن عندنا الفالنتاين، انت جايبه هدايا للفالنتاين اليوم. خلينا نحكي عن هاي الهديه المميزه اللي حتكون، خلينا نحكي عليها شو السر فيها. هلا دائما بكل مناسبه الكدويات تبعيتها من وحي المناسبه، وبنحاول نطلع دائما افكار جديده فيها. هلا البوكس يلي معك هو عباره عن بوكس موسيقى، في باركود. هذا الباركود هذا الباركود بيكون اغنيه معينه الشخص طالبها محطوطة عليها، اول ما يحط كاميرا الموبايل عليها فبيروح على اليوتيوب دغري على الغنية بتطلع. ففكرتها كثير مهضومه انه جديده، يعني بس تحطي الغنيه الواحد يعني مشتركة الحبب حدا يهديها لحدا، بس كذا حدا بتلاقي في غنية مشتركة بيناتهم او شيء، فكتير مهضومة الفكرة كثير. وايضا شفنا افكار ثانيه، يعني دائما الانسان بس بده يهدي شخص، ما ضروري يكون هادي شيء مكلف كثير، احيانا الهديه البسيطه بتاثر بالشخص، مثل ما بنعرف هلا كثير غاليه الهدايا والاسعار كثير غاليه، فدائما الهديه لا تقاس بقيمتها الماديه وهي معنويه، وكيف اذا كانت مشغوله بايده للشخص. خبرينا عن الافكار اللي حطيتيها هيك كمان لتناسب كل العالم ويقدروا كل العالم يهدوا بعضهم. تمام. هلا نحن دائما بنحاول الفكره اللي هديه الكادو التقليدي نحن نعمله بطريقه جديده، يعني مثلا بنشوف هذا البوكس الموف هو عباره عن بارفان ومحطوط عليها بس الاسم، يعني انت عم تهدي بارفان بس عم تهدي بطريقه كثير مميزه فيني اقول. هلا بسبب الوضع هلا والغلا كثير الاسعار، يعني بوقت الحرب ما شفنا غلا هالقد، فانا حبيت شو اعمل هالسنه اتبع كثير السيمبل، ما يكون كثير الكادو اوفر يعني بشكله وبقيمته وبحقه كمان. فمثل هون عملت الكادو هو تغليف ساتان ومع ورد وكثير هلا حسب الكادو انت حاطيه البوكس، يعني التغليف هي لحالها بس انه انت مغلفتيه بطريقه يعني كثير مرتبه ونوعا ما كثير مكلفه، يعني فيني اقول. فانا كثير حبيت اتبع هذا السنه هذا السيستم انه ما نكون كثير عم نغلي بزياده، لانه هو حق الكادو صار كثير غالي، فانه تنسيق يكون شيء مميز فيني اقول. خلينا نحكي مريم، بيجوا لعندك صبايا هلا مثلا قبل الفالنتاين بيقولوا لك مريم انا بدي هيك، يعني انا بدي هي الفكره هيك الالوان، ولا انت بس عندك نخط انت ماشيه عليه لك بصمه خاصه فيكي، ولا ممكن اذا هلا الصبيه اجت لعندك تعملي لها الفكره اللي هي حاببتها؟ هلا اكيد شغلي بصمه لإلي فيه، بس كل غرض بيكون على حسب الشخص، يعني في عالم ما بتحب مثلا لون الاحمر فيني اقول، ما بتحب شيء معين، لا انا بتبع التنسيق الكادو على حسب الشخص هو شو حابب بالاخير، لانه هي الكادو لإله، بس يعني اكيد طريقه شغلي مبينه بتنسيق الهديه. تمام. مريم عم نشوف ايضا هيك يعني فكره كثير حلوه وبسيطه وجميله، يعني ملفته للنظر، عم نشوف مثل الداحه هي عليها اسم الشخص اللي بده يتعطى له الهديه مع ورد احمر، قد ايه هيدي هيك فكره مهضومه وجديده مميزه، يعني ممكن ايضا تفرح الشخص اللي بده ياخذها بغض النظر عن قيمتها الماديه. اكيد. هلا دائما كمان هدايا الشباب بيكون فيها حيره اكثر اكثر من هدايا البنات، يعني هدايا البنات بيكون مجال كثير واسع، فالشباب كثير في حيره انه شو الكادو بدنا نهديه، ففكره القداحه كثير حلوه، حتى البوكس اللي بايدك هو مخمل انه اذا شفتيه، فكثير عاطي يعني تقل للبوكس كثير، يعني والورد صناعي حتى مبين طبيعي هو، بس لا الورد صناعي.
فكتير عطيتها هيك حركة مميزة فينا. أكيد مريم كتير حلو البوكس كله كألوان كتصميم كل شيء حلو فيه. خلينا نحكي مريم هلا الفالنتاين بقى له يومين تقريبا، كيف الإقبال؟ يعني صبايا شو أكثر شيء عم تشتري من عندك، ولا كمان في شباب عم يشتروا عم يختاروا؟ خلينا نحكي شو المطلوب هلا. هلا الهدية ما في نقول بين البنات والشباب، كله بيطلب كدويات حتى قصاصا. لا في هدايا خاصة بالشباب وفي هدايا خاصة بالبنات أكيد. احيانا مزبوط مثل ما حكيتي سمر، الشباب بتطلب اكثر من البنات. اكثر البنات طبيعي. هلا الكادو هالسنه كثير هو عم يكون ترند، يعني فيني اقول هذا البرفان يلي بيكون في له بنحفر اسم الصبيه، هذا مطلوب من الجهتين كثير كان هذا السنه. طيب هاي البرفان، طيب النوع اللي بقلبه الريحه مين بيختاره؟ اكيد على حسب الشخص يعني بيختاره هو، اكيد بيختاره هو بيختار نوع. على انت موجود عندك كل الروائح البرفانات هنا بيختاروا الشكل وبتكتبي الاسم وبيختاروا الريحه؟ انا بالاخير بحب اقدم هديه للزبون، يعني شو ما بيطلب اوكي انا فيني ساوي لك اياه باي طريقه كان، انه مهم انه هو ياخذ الكادو خلص خالص كامل من عندي. هلا الكان بارفون هو اكثر شيء كان هالسنه كثير كان مطلوب من البنات والشباب. فيني اقول للشباب كان في القداحه الاكسسوار تبعت، فيني اقول ازرار القميص اللي بالاسم مثلا او المسبحه اللي بالاسم، كان هدول كثير كانوا مطلوبين هاي السنه للشباب. وفكره الباركود اللي عملناها كانت كثير حلوه، وانه كمان كان كثير عم تنطلب. وحتى انا هالسنه حبيت ارجع لفكره الشيء القديم الظروفه، يعني الباركود مو بس على البوكس ممكن نحطه، بنحط برساله بالظرف. حلو كثير. تمام، لانه احنا فقدنا هي صح عبر المواقع حسب تماما ففقدناها، فحسيت انه فكره الرسائل يعني مهضومه كثير حلوه ومهضومه وبتحسي بمحبه اكثر ما تكون اوكي تشات وهيك القصص هاي. صح مريم، ايضا خلينا نحكي مثل ما عم نشوف هلا بهالفتره في بازارات كثير عم تصير وفي عالم عم تحط هيك كل شيء عندها، شاركتي ببازارات ولا كان لك ما كان عندك وقت؟ كان عندك وقت لتحضير للشغل وفي شغلات جديده كنت عم تعمليها؟ هلا لا انا ما شاركت ولا مره ببازارات، لانه مجال شغلي هو بعيد عن مجال دراستي، فانا يعني حاولة توازن بين الشغلتين. حلو. بس كان في موازنه، يعني انه خلص اي حدا بده يعني فبيتواصل معي عن طريق الانستغرام او الفيسبوك، وقبل مده اكيد بيكون طلبه جاهز. اكيد. بالختام اسعارك كيف؟ اسعارك هي مناسبه لكل للجميع يعني؟ يعني هلا اجباري ما فيكي انت تحطي سعر معين للقطعه، يعني كل قطعه قاعده قيمتها، في السعر خفيف وفي السعر الثقيل، كل حدا حسب الباكج اللي هو حاطه بالاخير بيلاقي الشيء اللي بده اياه. يعني انا وقت بدي نسأل مع اي زبون انه انت بالاخير شو الباكج اللي حاطه على اساسه عليه، يعني ما عندي مشكله اني اعمل باي سعر، بس المهم تطلع بالاخير شغله حلوه ومرتبه كالعاده. شكرا لك مريم، شكرا لوجودك معنا. ميرسي كثير. شكرا لكم. نشكرك مريم، وبدنا هيك ان شاء الله يا رب هيك دائما بكل المناسبات يكون هيك آية الرزق مثل ما بيقولوا وشغلك يلاقي هيك مكانته. دائما نحن منقول دائما اي شيء بينشغل بالايد قيمته كتير غالية لو كان سعره بسيط.